باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات، في هذا الأحد 28 من زمن السنة نحتفل أيضا بعيد قديس مرسل، هو القديس دانيال كومبوني مؤسس راهبات الكومبونيات العاملات في الأردن وأيضا في القدس وفي الجليل. نطلب شفاعته لنا اليوم كي نكون كلنا مرسلين إلى بعضنا البعض، إلى كل من يحتاج إلى شهادتنا. لنندم الآن على خطايانا فنكون أهلا للاشتراك في هذه الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل والقديسين، وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Amen.
لنصلي. أيها الإله السميع المجيب، نسألك أن تبادرنا وتصحبنا بنعمتك دائماً، وأن تنبهنا إلى صنع ما هو صالح، وتساعدنا على متابعته. أيها الإله أبو جميع الشعوب، يا من نشرت كنيستك بين شعوب إفريقيا بغيرة الأسقف القديس دانيال كومبوني الرسولية، أعطنا بشفاعته أن ننمو في الإيمان والقداسة، وأن نزداد بدون انقطاع لمجد اسمك العلي، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك، معك ومع الروح القدس إلى أبد الدهور، آمين. القراءة الأولى قراءة من سفر الملوك الرابع. في تلك الأيام نزل نعمان السوري وانغمس في الأردن 7 مرات كما قال إليشاع رجل الله، فعاد لحمه كلحم صبي صغير وطهر من برصه، فرجع إلى رجل الله هو وجميع موكبه، وأتى ووقف بين يديه وقال: ها أنا ذا قد علمت أن ليس في الأرض كلها إله إلا في إسرائيل، والآن فأقبل بركة من عبدك. فقال: حي الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا أقبل شيئا. فألح عليه أن يأخذ فأبى. فقال نعمان: حسنا، إنما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب، فإنه لا يصنع عبدك محرقة ولا ذبيحة بعد لآلهة أخرى بل للرب. كلام الرب. الشكر لله. لأنه صنع عجيباً فريداً، أتت بالخلاص يمينه وساعده القدوس. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا جميع الأرض. أعلن المولى خلاصه، كشف لأبصار الأمم بره، تذكر إخلاصه الود ووفاءه لبيت إسرائيل بالعهد. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا جميع الأرض. وإن أقاصي الأرض جميعها شهدت خلاص إلهنا، اهتفي بالرب أيتها الأرض جميعاً، اندفعي بالأهازيج وأنشدي وأشيدي. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا جميع القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس. أيها الحبيب، أذكر يسوع المسيح الذي أقيم من بين الأموات وكان من ذرية داود كما جاء في بشارتي، وفي سبيلها أعاني الآلام حتى أني أحمل القيود كالمجرم، ولكن كلام الله ليس مقيداً.
ولذلك أصبروا على كل شيء من أجل المختارين ليحصلوا هم أيضاً على الخلاص الذي في المسيح يسوع وما إليه من المجد الأبدي. إنه لقول صدق أننا إذا متنا معه حيينا معه، وإذا صبرنا ملكنا معه، وإذا أنكرناه أنكرنا هو أيضاً، وإذا كنا خائنين ظل هو وفياً، لأنه لا يمكن أن ينكر نفسه. كلام الرب. في ذلك الزمان بينما كان يسوع سائر إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله بعض القرى لقيه عشرة من البرص فوقفوا عن بعد منه ورفعوا أصواتهم قالوا: رحماك يا يسوع أيها المعلم. فلما رآهم قال لهم: امضوا إلى الكهنة فأروهم أنفسكم. وبينما هم ذاهبون برئوا. فلما رأى واحد منهم أنه قد برئ رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته، وسقط على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامرياً. فقال يسوع: أليس العشرة قد برئوا؟ فأين التسعة؟ أما كان فيهم من يرجع ويمجد الله سوى هذا الغريب؟ ثم قال له: قم فامضي، إيمانك خلصك. كلام الرب. الإخوة الكهنة، الأخوات الراهبات، المؤمنون جميعاً، أشكر أولاً راهبات الكمبونيات لأنهم دعونا كي نحتفل وإياهن بعيد القديس دانيال كامبوني، مرسل القارة الإفريقية ومؤسس هذه الرهبانية التي تعمل في كل القارات وخصوصاً في القارة السوداء. أريد أولاً أن أتكلم عن إنجيل هذا الأحد، ثم
ثم أتكلم باختصار عن العمل اللي بتقوم فيه جمعية الكمبونيات في العالم وفي بلدنا. قراءات اليوم، القراءة الأولى والإنجيلية، بتكلموا عن فضيلة أصبحت نادرة. فضيلة أصبحت نادرة هي فضيلة الامتنان والشكر. نحن نحسن الطلب، نطلب من ربنا ومن الناس، لكن أحياناً لا نحسن الشكر والامتنان وعرفان الجميل. وقراءات اليوم تكلمنا عن الشكر ونقصان وغياب الشكر. في القراءة الأولى، القراءة الأولى تتكلم عن شفاء القائد السوري الوثني نعمان السوري، كان أبرص وسمع أنه في نبي في إسرائيل يشفي من كل الأمراض، فأخذ معه ذهباً وفضةً وهدايا كثيرة وذهب ليقابل هذا النبي. طبعاً القصة بحكيها باختصار. وعندما وصل إلى النبي إليشاع، طلب منه النبي إليشاع بأن يغتسل 7 مرات في مياه نهر الأردن. رفض بحجة أن هنالك نهر برد في الشام، ولو كان ضروري أن يغتسل لاغتسل في أنهر سوريا ولا حاجة إلى أن يأتي إلى نهر الأردن. لكن في النهاية أقنعه جنوده بأن يغتسل في نهر الأردن، واغتسل 7 مرات وشفي من برصه، وعاد لحمه طرياً كطفل صغير. ماذا فعل بعد شفائه؟ عاد إلى النبي إليشاع لكي يقدم له الذهب والفضة والهدايا الثمينة، لكن النبي رفض، لأن المعجزات الإلهية لا تباع ولا تشترى. أهم شيء رجع نعمان السوري لكي يشكر الله ويشكر النبي إليشاع على شفائه، ووعد بأن لا يعبد إلهاً آخر غير إله إليشاع، وأن لا يقدم ذبيحة لآلهة أخرى. هذا الشكر والامتنان يدل على نضوج إنساني. الإنسان الذي يشكر هو إنسان ناضج، والإنسان الذي لا يحسن الشكر هو إنسان ناقص، لأنه لا يقر بفضل غيره. حدث أمر مشابه في إنجيل البرص 10. هذه الحادثة حدثت في شمال فلسطين في منطقة جنين، في قرية تسمى بورقين، وفيها مزار ما زال يذكر معجزة شفاء البرص 10. جاءوا هؤلاء البرص يتوسلون إلى يسوع أن يشفيهم، فقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. آمنوا بإمكانية المعجزة مدام توسلوا، فكانوا مؤمنين وذهبوا إلى الكهنة ليريهم أنفسهم، لأنهم مؤمنون بإمكانية الشفاء. وهم في الطريق شفيوا لأنهم مؤمنون، لكن واحد فقط أقفل راجعاً ليشكر السيد المسيح بسبب الشفاء. لاحظوا، الذي رجع ليشكر لم يكن يهودياً بل كان أجنبياً غريباً سامرياً، ونعمان السوري كان وثنياً غريباً أجنبياً. الغريب جاء يشكر، بينما 9 اللي كانوا يهود، يعني من نفس الشعب المختار في ذلك الوقت، لم يعودوا ليشكروا. فتعجب يسوع، حتى يسوع كان يتوقع الشكر من الآخرين، ليس لأنه أراد أن يزداد مجداً، لكن بشكرهم هم يزدادون إيماناً
وينالون الخلاص الروحي. عندما نشكر الله لا يزداد الله مجداً وعظمةً، فهو عظيمٌ ومجيدٌ بما فيه الكفاية، وعندما نشكر نحن نزداد فضلاً وإيماناً وقداسةً وخلاصاً. حتى يسوع تساءل، العشرة شفيوا وعاد واحدٌ يشكر وهو سامري، وأين التسعة الآخرون؟ أين التسعة الآخرون؟ حتى يسوع يستغرب من عدم إيمانهم الناضج. لديه الإيمان يكفي للتوسل، لكن ليس لديهم إيمان كاف لكي يعودوا ويشكروا من شفاهم من برصهم. نحن الآن اليوم نريد أن نشكر الله لعدة أسباب، لأنه يشفينا من البرص الحقيقي. وما هو البرص الحقيقي الذي يجب أن يقلقنا ويزعجنا ويزعج غيرنا؟ البرص الحقيقي هو الخطيئة، الخطايا الكبرى مهما كان اسمها، كبرياء، حسد، بغض، كراهية، شهوة. الخطايا الكبرى هي البرص الحقيقي، وكلما نتوب عنها، يسوع يقول لنا نحن أيضاً اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم، يعني اذهبوا إلى سر التوبة، تشفوا من هذا البرص المزعج والمقلق الذي ينخرنا من الداخل ويشوهنا من الخارج، وهو الخطيئة. لا نستهين بالخطيئة، الخطيئة مرض، مرض شنيع، لكن المشكلة نحن لا نقر دائماً بهذا المرض، نحن نقر فقط بأمراضنا المنظورة، أمراضنا المادية المحسوسة، ولكن أخطر الأمراض هي الأمراض الروحية. جئنا اليوم أيضاً لنشكر الله لأنه أعطانا قديسين. القديس دانيال كومبوني هو من القديسين الكبار، من القديسين المعاصرين. ولد في إيطاليا 1831، توفي وعمره 50 عاماً من مرض الكوليرا، وهو مرسل في الخرطوم في السودان، وقد أعلن قداسته البابا يوحنا بولس الثاني في شهر أكتوبر من عام 2003 بفضل معجزة شفاء فتاة سودانية غير مسيحية، شفيت لأنها طلبت شفاعته وآمنت بالقدرة الإلهية، وكانت هذه المعجزة هي سبب تقديسه. كومبوني أسس جمعيات كثيرة، منها الجمعية النسائية الراهبات الكومبونيات لتبشير القارة الأفريقية السوداء. وبعد سنوات طويلة من التأسيس نرى هؤلاء الراهبات منتشرات في مصر والسودان والحبشة وأفريقيا الوسطى وأوغندا، ووصلوا أيضاً إلى شمال أمريكا وإلى البرازيل والإكوادور، وجاءوا إلى الشرق الأوسط وهن عاملات في الأردن وأيضاً في فلسطين في القدس وفي الجليل وفي الإمارات العربية المتحدة وفي عدة دول أوروبية. هن يدرن مستشفيات، يعملن في رعاية، يدرسن التعليم الديني، يحضرن للعماد. شعارهن هو نفس شعار القديس دانيال كومبوني، ألا يحرم أي شعب من نور الإنجيل، ألا يحرم أي شعب من نور الإنجيل. وبفضل المرسلين في إفريقيا، اليوم بإفريقيا يوجد 500 مليون معمد، بينما قبل 100 سنة ما كانش فيه 10 ملايين. 500 مليون جاءوا لأنه مرسلين جاءوا من بعيد وذهبوا إلى القارة الإفريقية الفقيرة وعلموهم وبشروهم وعمدوهم لكي يحققوا وصية يسوع بعد صعوده، عندما قال لتلاميذه اذهبوا وبشروا وعمدوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القدس.
أريد أن أنهي بفكرة، كي أبشر هل أنا بحاجة إلى أذهب إلى أفريقيا أو أقاصي آسيا أو الصين؟ كلا، أنا مرسل حيث أنا أعيش، أنا أزهر حيث أزرع، وحيث أزرع أزهر، وحيث أزهر أثمر، أنا مرسل في المكان الذي أعيش فيه. وكيف أعيش هذه الروح الإرسالية؟ أعيشها بعدة طرق، بلساني، بكلامي الذي يجب أن يعكس روح الإنجيل. أنا أبشر بمثال الصالح، يسوع قال أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. لو كان كل منا ملحاً ونوراً في البيئة التي يعيش فيها لتغير العالم إلى الأفضل. أنا أبشر بمثال الصالح. أنا أساعد المرسلين بصلاتي، الصلاة تساعد المرسلين. القديسة تيريزيا الصغيرة لم تخرج من بين جدران الكرمل العالية، لكنها بصلاتها كانت تدعم رسالة المرسلين، وكانت تصلي بشكل خاص لأجل مرسل في الصين ومرسل في إفريقيا، وكانوا يقولون بأن صلاتها كانت أكبر داعم لهم. نحن أيضاً نساعد المرسلين بأموالنا. الأحد القادم هو أحد الإرساليات. قداسة البابا أعلن أنه هذا الشهر كله هو شهر الإرساليات، وأعطى شعار له: نحن كلنا معمدون وكلنا مرسلون، ونقطة الانطلاق للإرسال هي العمال. ما دمت أنا معمداً فأنا مرسل. أنا أدعم الإرساليات بكلامي، بمثال الصالح، بصلاتي، وأيضاً بلمة الأحد القادم التي سترسل إلى روما، وروما ترسلها إلى الإرساليات البعيدة كي ندعم عمل المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، نشكر الله لأنه في هذا اليوم تذكرنا أشياء كثيرة، منها فضيلة الامتنان والشكر وعرفان الجميل نحو بعضنا البعض ونحو الله الذي يمن علينا يومياً بنعم كثيرة، واجبنا أن نشكر، والشكر هي زينة الإنسان النبيل والمرأة النبيلة، ومن لا يحسن الشكر هو ليس بإنسان ناضج. جئنا أيضاً نشكر الله لأنه أعطانا قديسين بقامة القديس دانيال كومبوني الذي نطلب شفاعته لي ولكم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو بالآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس الممتلك، وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضاً سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الرب يسوع الراعي الصالح،
الذي يجود علينا بكلمته وجسده، ويجعلنا جماعة تشهد له وتبشر بإنجيل الخلاص بين الأمم. إننا نرفع صلاتنا باسمك إلى الله الآب قائلين: استجب يا رب. من أجل قداسة البابا فرانسيس وجميع رعاة الكنيسة لكي يقودوا شعب الله في طريق القداسة إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل الأسرة الكمبونية في أوروبا وأفريقيا وأمريكا وآسيا لكي تقتدي بالقديس دانيال كمبوني فتحمل بشرى الإنجيل وتشهد بحياة أبنائها وبناتها الصامتة لنور الحقيقة وسخاء المحبة، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل الجماعات البشرية المهملة والأكثر فقراً، ومن أجل ضحايا العنف والظلم لكي يجدوا رجاء الحياة في يسوع الراعي الصالح والدعم في تضامن الإخوة معهم، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل أن يقتدي الناس بالقديس دانيال كمبوني فيعملوا من أجل الاعتراف بكامل حقوق المرأة كي تتمتع المرأة بمكانتها التي تحق لها وتقوم بدورها في بناء الأسرة وفي نمو الكنيسة والمجتمع، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل أن يختار الرب من كل القارات رجالاً ونساءً كي يكرسوا حياتهم للمسيح يسوع بسخاء فيحملوا الرسالة إلى كل الشعوب على غرار الرسل الذين اختارهم المسيح ليصحبوه وأرسلهم ليبشروا بكلمته، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل جميع الذين يحملون رسالة الكمبوني من أجل الأصدقاء والمتطوعين والمحسنين لكي يزدادوا التزاماً بمسؤولياتهم وسخاءً في حمل رسالة الكنيسة الإنجيلية، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. أيها الرب الإله، لقد أرسلت ابنك يسوع وأقمته راعياً لقطيعك، فهب للبشر أن يصغوا لصوته فنتمكن كلنا على مثال القديس دانيال من أن نقتدي به في العطاء والمحبة، بالمسيح ربنا. الخبز والخمر. يا رب، جئناك بهذا الخبز وهذه الخمر، جئناك بأمانتنا وخطيئتنا في آن واحد. أعطنا الشجاعة لكي نتجاسر ونثق بك، ولو فرض علينا أن نسير بدون هدى في هذا العالم الذي تعطينا إياه، بالمسيح ربنا. فاقبله يا رب وبارك. الصليب. إني قبلت الألم والموت من أجلكم ومن أجل كل إنسان. لم يغير الصليب شيئاً من الحب الذي حملته لكل إنسان، بل تفجر هذا الحب وتدفق مع دمائي من رأسي ويدي ورجلي وقلبي، من جسدي كله. وكان لابد من أن أتكلم لأكشف لكم وللعالم عما يجول في قلبي ونفسي من الحب وأنا على الصليب. فاقبله يا رب وبارك. الكتاب المقدس. هذا الكتاب هو قصة الحب الإلهي بالتجسد والألم والدماء والموت والقيامة والمجد. هلموا يا أبنائي، نؤلف قصة حبنا بقلبكم البشري وبقلب الإلهي، بضعفكم وبقوتي، بإرادتكم وبإرادتي. فاستسلموا لي بقلب متهلل دون تحفظات، دون شروط، بكل حب وثقة. فاقبله يا رب وبارك. الشمعة. نقدم لك يا رب هذا النور لتجعله مصباح طريقنا، فيضيء لنا في أيام عتمة حياتنا ويأسنا وفشلنا. فاجعلنا ممن يبحثون دائما عن النور الحقيقي ليسيروا بهداه. فاقبله يا رب وبارك. الكرة الأرضية. نقدم لك يا رب
العالم بأسره كي تمنحه السلام وتحميه من الشر، فاقبله يا رب وبارك. المسبحة الوردية. السلام عليك يا مريم يا أمي، ما أجمل هذا السلام الذي حياك به الملاك، نردده دوما يا أمنا بلا ملل، نردده ونفخر به لأنه الطريق الذي نستعين به للوصول إلى الملكوت، فاقبله يا رب وبارك. صلوا أيها الأخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة.
تقبل اللهم دعاء المؤمنين وقرابينهم، وبحق شعائر عبادتنا وتقوانا امنحنا أن نصير يوما إلى المجد السماوي بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الآب القدوس الغني بالمراحم، يا من حققت خلاص الجنس البشري بالمسيح ربنا. إنك تفرحنا بعيد القديس دانيال كومبوني الذي كان راعياً وفق قلبك الأقدس ومبشراً غيوراً بإنجيل الخلاص للشعوب الأفريقية. إنه بإيمانه الثابت برسالته يضيء سبيلنا إليك، وبمحبته وغيرته وصبره أصبح قدوة لنا كي نسير بعزيمة وفرح على درب المحبة الإنجيلية التي توحد بين الأعراق والثقافات والأمم. إنه عانى الآلام بهمة راسخة متكلاً على قلب ابنك الحبيب الذي طعنته الحرب، والذي منه خرجت الكنيسة لتصبح أماً لشعوب جديدة وتحتضن الفقراء والمهمشين. لذلك ها إننا مع الملائكة والقديسين نشيد بحبك العظيم لنا ونواصل الحمد والتسبيح بصوت واحد قائلين. حقاً إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك. لذلك فيما نحيي ذكر موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وأسقفنا بيير باتيستا
وأسقفنا ويليام وسائر الكليروس. اذكر عبيدك دكتور صليب الطاعين، عفاف حداد، شاكر هرمز، قدرية عبرو، نواف شاكر، الذين دعوتهم إليك من هذا العالم، وهب لمن كانوا شبيهين بابنك في موته أن يكونوا به شبيهين في قيامته أيضا. اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضا أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين، والقديس دانيال كومبوني الذي نحتفل بعيده اليوم، الذين أرضوك جيلا بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. والآن أيها الإخوة، لنرفع إلى الآب الصلاة التي علمنا إياها المسيح ربنا، وبها نلتمس غفران خطايانا ولنقل: جميع الشرور تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام استودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولي الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دار الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. بمحبة تبادلوا سلام المسيح. Yeah.
هوذا حمل الله، هوذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.
أسعد يوماً في حياتي سيكون اليوم الذي أبذل نفسي من أجلكم. هذه من كلمات القديس دانيال كومبوني. كل عام والجميع بألف خير. لابد من كلمة شكر بسيطة للذين ساهموا في نجاح هذا القداس الاحتفالي، والذين لبوا الدعوة بحضورهم ومشاركتهم فرحتنا. ولكن لابد نوجه شكر خاص مليء بالمحبة والتقدير باسمي وباسم رهبات الكومبونيات إلى سيادة المطران ويليام الشوملي جزيل الاحترام، وإلى كاهن رعايتنا الأب عصام زعمت جزيل الاحترام، والأب رشيد، والأباء اليسوعيين، والأب بسام شحتيت، والأخوات الراهبات. وطبعاً نشكر نورسات الفضائية الممثلة بدكتورة باسمة وموقع أبونا. وأيضاً أخص شكري لفريق الكورال الذي أحيا القداس وشبيبة الفرير وشبيبة الروم الكاثوليك وأصدقاء فرانسيس. وطبعاً أحب أشكر من كل قلبي كل إنسان، كل شخص إجي من أصدقائنا، من أحبائنا، وحتى أبناء الرعية. وأخيراً وليست أخيراً، أتمنى لكم من كل قلبي مليئة بالخدمة والعطاء وبشفاعة القديس دانيال كومبوني، وسلام المسيح يكون دايماً معنا إلى منتهى الدهر. وأحب أشارككم إن اللي حابب يتعرف على القديس دانيال كومبوني في كتب برة فبتقدروا تاخدوها. وشكراً لكم. لنصلي. أيها الرب الإله، لتمدنا هذه الأسرار المقدسة التي تناولناها بحكمة الصليب التي ساندت القديس دانيال، لكي نستطيع أن نبشر الشعوب بمحبة المسيح غير المحدودة وبالحياة التي يفيضها على العالم بصليبه المقدس وقيامته المجيدة. هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة والقديس دانيال كومبوني، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدوس. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. الشكر لله.